قال قطاع الاستخبارات الروسي إنه اكتشف هجوما إلكترونيا مخططا ضد أكثر من 20 منظمة حكومية وعسكرية. وقالت خدمة الأمن الاتحادية في روسيا في بيان إنها اكتشفت برمجيات خبيثة مستخدمة للتجسس على أكثر من 20 مؤسسة حكومية وعلمية وعسكرية في روسيا. وقالت الخدمة إن الهجوم يبدو مصمما من قبل أفراد محترفين، مشيرة إلى أن البرمجيات الخبيثة تستطيع التنصت على الاتصالات الهاتفية وفتح الميكروفونات والكاميرات وتسجيل ضربات لوحة المفاتيح، ولم تكشف الخدمة عن الجهة المشتبه بها وراء هذه الخطة.